انا هذه المهنه راني نخدمها من في وقت كبير. الشاي هذه راني نخدمها قبل المغرب، نوجدها ورا صلاه التراويح نخرج نسترزق الله فيها، نجول كاع الاحياء والحمد لله يا ربي الحمد. عندي الحمد لله راني حمد الله عليها يا ربي الحمد. زعما هاد ماده الشاي هذه معروفه في ناحيه الجنوب الغربي بزاف، كيما نقولوا حنا في ولايه بشار، ولايه اضرار، ولايه تندوف، حتى لتمراس، والعائلات الصحراويه معروفه بشرب مادة الشاي في السهرات الرمضانية. الحمد لله أتاي تاعها مليح، وراك تعرف العائلات البشارية يبغوا لاتاي مادة الشاي كما قال خونا صالح. البشارية معروفة بمادة الشاي هنا سيرتو في السهرات الرمضانية، والحمد لله خونا صالح عنده إقبال مليح مع الشعب يتصرف معاهم مليح ويستقبلهم مليح. واش نقول له؟ الله يعطيك الصحة إن شاء الله وموفق إن شاء الله وبارك الله فيك. لاتاي عندها أهمية في ولاية بشار في الصحراء، نشربوه بعد الإفطار والسهرات الرمضانية، وعندنا إقبال على لاتاي خصوصا من الأخ صالح. صنع أتاي تقليدي مشهور به، مشهور به، بائع متجول، متجول في منطقة بشار، مشهور بلاتين تاعه. وانا خصوصيا انا نشرب بلاتين تاع صالح، كما نشرب بلاتين تاع صالح شو ما شربت والو، مشهور بلاتاي، صنع لاتاي. ديزاد نيوز تتمنى لكم رمضان كريم.